أسعد الله مساءكم بكل خير بنشرة الأخبار الموجزة والبداية من كورونا. فقد سجلت النمسا اليوم أكثر من 1700 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 حالة وفاة. في جريمة مضاعفة قتلت شابة نمساوية تبلغ من العمر 28 عاما اليوم في فيينا الحي العاشر على يد شريكها النمساوي، وذلك بعد إسعافها منتصف الليلة بعد شجار دار بينهما حيث قام بقتلها لاحقا. واتصلت الشابة بالشرطة أمس الاثنين قبل منتصف الليل لتعرضها للضرب على يد شريكها بعد شجار دار بينهما وكان قد هرب بعد ذلك، وقد تلقت إسعافها بسبب جروح بالغة. وعلى ما يبدو أن الضحية هربت من المشفى وعادت لمنزلها، وفي صباح اليوم عاد الشريك للمنزل وقام بقتل شريكته، ومن ثم أبلغ أحد أقارب الفتاة بجريمته وبدوره قام بإبلاغ الشرطة، وقد ألقي القبض على الجاني المزعوم الساعة 5:30 صباحا في الشقة دون مقاومة. يقدم أكثر من 500 مركز متخصص و900 صيدلية و1000 شركة في النمسا فحوصات مجانية للكشف عن فيروس كورونا، مما يخضع الطلاب لنفس الإجراء مرتين أسبوعيا. وقالت كاترينا رايتش كبيرة الأطباء بوزارة الصحة النمساوية إن استراتيجيتنا هي إجراء عدد كبير من الفحوصات وتسهيل إجرائها، وأضافت أن هذه هي الطريقة الوحيدة للسيطرة على الوباء في حين أن النسخ المتحورة تثير قلقا. وتبعت إنه سلاحنا الثاني في مكافحة الوباء في أن يلقحوا غالبية السكان. أكد وزير العمل النمساوي مارتن كوشا أن عدد العاملين بنظام الكورس أربايت ارتفع بنحو 20,000 شخص خلال أسبوع واحد ليسجل الإجمالي 500,000 شخص بهذا النظام. وأشار كوشا إلى تسجيل انخفاض نسبي في عدد العاطلين من العمل بمقدار 7,000 شخص مقارنة بالأسبوع السابق، لافتا إلى وجود نحو 71,000 شخص في مرحلة التدريب وإعادة التأهيل لسوق العمل. وأظهر معهد فيينا للبحوث الاقتصادية ويفو انخفاضا في الناتج الاقتصادي بنسبة 9% مقارنة بالأسبوع السابق، وهو أقل بنحو 13% مقارنة مع نفس المدة من العام الماضي. افتتح عمدة فيينا الدكتور ميخائيل لودفيغ نصبا تذكاريا في ساحة ديستر فريدمان بلاتس مكانا لإحياء ذكرى الحادث الإرهابي في 2 من نوفمبر الماضي، والذي قتل فيه 4 أشخاص وأصيب أكثر من 20 شخصا. وقال رئيس البلدية لودفيغ كانت هذه الليلة بلا شك نقطة تحول صعبة وساعات صعبة لمدينتنا، يجب أن يكون هذا النصب التذكاري بمثابة تذكير دائم، ونقف معا ضد جميع أشكال الإرهاب والتطرف. كما أشاد لودفيغ بجميع الأشخاص الذين ساعدوا الآخرين في تلك الليلة. وألقت مستشارة المدينة للثقافة فيرونيكا كوب هاسلا قصيدة تحت عنوان قداس كتبتها لهذه المناسبة الكاتبة النمساوية مونيكا هيلفا. قدمت وزيرة البنية التحتية النمساوية كيفيسلا اليوم الجيل الجديد من القطارات الليلية من شركة أوبي بي، والتي من المقرر أن تبدأ في معظم أنحاء أوروبا نهاية العام المقبل. وقالت الوزيرة لهذا السبب سنستثمر 500,000,000 يورو إضافيا لتوسيع القطارات الليلية الصديقة للبيئة في النمسا خلال السنوات القليلة المقبلة، وهذا بدوره سيساهم بخلق وظائف جديدة في شركة سيمنز وشركة أوبي بي. وستحتوي القطارات على إنترنت مجاني، وسيمر القطار بإيطاليا وسويسرا وألمانيا. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم على إنفوجرات، لنكتمل بالمعرفة. كنت معكم أنا بثينة سلام، إلى اللقاء.